نتكلم شويه عن ماتشات افريقيا، الاهلي والزمالك. الاهلي خلاص في النهائي الافريقي وفي انتظار الزمالك. قلقان انت بموضوع الزمالك ده؟ مش قلقان، انا بس مش عايز الناس تتكلم ان مش عايز تصدر الفكره. انت لسه ما لعبتش الماتش يا سيف والناس كلها ما عرفش تتكلم على ان خلاص الزمالك والاهلي فاينل ان شاء الله، نتمنى يعني، بس لسه الماتش ما اتلعبش. وفرقه الرجاء فرقه كبيره واخده الدوري وانت دلوقتي بتلعب زي ما كنا بنتكلم في السيجمنت اللي فات، مفيش جمهور لا هنا ولا هناك. فزي ما انت لعبت هناك ممكن هو يلعب هنا. وبعدين فكره جون واحد دي ممكن بينالتي، كوره زي ماتش بيراميدز كده زحمه وهيصه، ما تضمن يعني ماتش صعب.